حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي. سيد جهاد، يعني تعليقك المبدئي على هذه العملية، عملية اقتحام نابلس بعد سويعات قليلة من مطالبات داخلية إسرائيلية بتكرار عملية جنين في نابلس ورام الله. هذه محاولة جديدة لعملية قتل المقاومة أو روح المقاومة لدى الفلسطينيين، ومحاولة أيضا كما قال خالد قبل قليل لإعادة الردع، صورة الردع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وخضوع لليمين المتطرف في إسرائيل بمزيد من سفك دماء الفلسطينيين. عملية الاغتيال هذه أو الإعدام خارج نطاق القانون كما تسمى في القانون الدولي هي جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، يحاول الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لإخماد روح المقاومة، وما شاهدناه في جنين خلال اليومين الماضيين من معركة عز ومقاومة باتلة داخل المخيم دحرت الاحتلال الإسرائيلي ومنعته وأفشلت خططه فيما يتعلق بهذا المخيم، يريد أن يقوم بعمليات أخرى أو العودة للعمليات السابقة أي العمليات الخاطفة، إما اعتقال أو تصفية بعض الشبان الفلسطينيين في محاولة للإبقاء على صورة الجيش الإسرائيلي بأنه قادر للوصول إلى أي مكان وفي أي لحظة لقتل الفلسطينيين أو المقاومين الفلسطينيين الذين يشك أو أنه يعتقد بأنهم قد قاموا بعمليات أو أنهم يهددون أمن إسرائيل دون أن يكون لديه أدلة واضحة في هذه القضايا. لذلك نقول أنه إعدام خارج نطاق القانون، أي لا يوجد أي إجراءات قانونية لعملية التصفية هذه، وإن هي غير شرعية بكل تأكيد لأن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي حق المشروع لجميع الفلسطينيين في مواجهة هذا الاحتلال العسكري وكذلك من أجل الاستقلال والحرية وحق تقرير المصير. ورغم علم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وآخرها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بأن المقاومة لن تخمد ولن تسكت مع كل عملية إجرامية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها أيضا ما زالت تمارس مثل هذه العمليات حتى ولو راح يعني نتيجتها ضحايا إسرائيليون أو يعني قتلى إسرائيليون. فبما تبرر سلوك هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وعلى رأسها هذه الحكومة اليمينية؟ ثقافة الاستعمار تقول بأن الشعوب المحتلة هي أدنى مكان منهم، وبالتالي السيطرة والهيمنة عليهم هذا يحتاج إلى مزيد من العنف ضد الشعوب المحتلة سواء بقتل المقاومين أو غيرهم. لكن جميع العمليات التي جرت لقتل الفلسطينيين أو للاجتياحات التي تجري ليلة نهار في الضفة الغربية وآخرها ما جرى صباح اليوم في مدينة نابلس وقبلها العملية الواسعة في مخيم جنين لن تفت عدد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وستبقى المقاومة قائمة، المقاومة المسلحة وليست فقط الشعبية موجودة وتنتقل جيلا بعد جيل لدى الأجيال الفلسطينية لأنها تؤمن بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحرر والاستقلال وإقامة الدولة هو حق مقدس للفلسطينيين، وأن هذا يعني العز والكرامة للفلسطينيين. العيش الكريم هو أحد الحقوق الأساسية، والذي يتعلق بالعيش الكريم يتعلق بقدرة الفلسطينيين أو الشخص على نيل استقلاله دون أن يكون هناك أي ضغوطات خارجية غير مرغوبة بها، والاحتلال العسكري الإسرائيلي هو ضغط غير مرغوب به ووجود غير مرغوب به، وبالتالي ستبقى مقاومته موجودة لدى الشعب الفلسطيني. أشكال المقاومة متعددة وقد تتصاعد عسكريا وقد تنخفض عسكريا وقد تكون بمواجهة مباشرة وقد تكون بمواجهة غير مباشرة. انظر على سبيل المثال، على الرغم من العملية الواسعة في مخيم جنين ومحاولة القول بأن الجيش الإسرائيلي قد دمر الكثير من قوة المقاومين الفلسطينيين وقدراتهم، لأن شاهدنا عملية في تل أبيب وأخرى إطلاق النار في جبل جرديم على مستوطنة وبعدها عملية كدومين بالأمس وإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وإلقاء الحجارة على المستوطنين وعلى سيارات المستوطنين في مناطق مختلفة.
على الرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية الأمنية والحواجز المنتشرة والقوة العسكرية التي بين قوسين لا تبخر وفقا لرأيهم، إلا أن الفلسطينيين مستمرون بأشكال النضال المختلف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا حتمية تاريخية بإنهاء الاحتلال، والمقاومة جزء من إنهاء الاحتلال. الأهم هو اليوم ووحدة الفلسطينيين في عملية المواجهة وعدم انصراف أنظارهم عن هذه الوحدة، لأن الذي حدث في مدينة جنين الصمود والوحدة هم أساس الانتصار وهي عامل رئيسي لمواجهة الاحتلال، وبالتالي الوحدة الداخلية وتصليب الجبهة الداخلية من أهم القضايا الرئيسية التي تقهر الاحتلال الإسرائيلي وأيضا تساعد على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهي أساس للانتصار الفلسطيني في مواجهة الاحتلال للوصول لنيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك سيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله.